نعم ماي 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 ايه ما مش عايزين خلى العوينات انا كافيين معكم عالم الصباح. وقبل الاعلان كنت عم اقول لكم اونوثيرميا واللي هي اونكوثيرميا فقلتها بالغلط، ولكن هي علاجه وتقنيه للامراض السرطانيه رح اتعرف عليها مع روى بعصحة السلامه وضيفها بتعرفنا عنه. خليكم معنا. صباح الخير روى. صباح الخير رولا، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اونكوثيرميا لانه الاونكو من الاونكولوجي يعني الامراض السرطانيه او علم الامراض السرطانيه، وثيرميا هي من الحراره ثيرمال. ضيف اليوم دكتور الياس تويني وهو مختص بامراض الدم والاورام. رح نحكي عن هالتقنيه اللي هي عباره عن ماشين او مكنه بتساعد على تخفيف الورم السرطاني بمراحل متقدمه، يعني يكون بالمرحلة الثالثة أو الرابعة باستعمال الحرارة. كيف تشتغل هالتقنية؟ أول شيء بتشكركم على استضافتي اليوم وفتح المجال للحديث عن تكنولوجيا جديدة يلي بتفتح أفق جديدة للمرضى، وخاصة المرضى يلي مرضهم بمراحل متقدمة وما عاد عندهم يعني أمل بالعلاجات الثانية يلي هي الراديوثيرابي أو الكيموثيرابي. هو مبدا هالمكنه مبدا قديم جدا، يعني الحراره معروفه من زمان كثير انه بتقضي على الخلايا السرطانيه وحتى على غير امراض عدا السرطان، بدون ما يعني بدون ما يكون عندها اثر سلبي على الخلية السليمه بالجسم. مشان هيك يعني ربنا كمان خلقنا وقت نمرض او بصير عندنا مشاكل صحيه جسمنا بيخلق حراره مشان الحراره تقضي على الامراض. يلي بميز هالتكنولوجيا الجديدة الألمانية إنه من زمان الأمريكان اشتغلوا كمان على الهايبوثيرميا، ولكن اللي هي كمان في الهايبر وفي الهايبو، يعني صح. يعني في طرق تستخدم انه بالبروده وفي صح. بالحراره العاليه صح. فحضرتك عن ايها عم تحكي؟ نحن عم نحكي على الهايبرثيرميا. اي عم تقول الامريكان. ايه. عن شو عن اشتغلوا على الحراره المرتفعه الحراره العاليه لعلاج الاورام بالسبعينات والثمانينات، ولكن ما سيطروا كثير منيح على التكنولوجيا، كان العوارض المكانات اللي طوروها كثير متعدده مشان هيك ما تابعوا. بينما الاوروبي وخاصه الالمان طوروا مكانات تشتغل على درجه وسطى 42 درجه، وبزياده عن الحراره في طاقه كهربائيه بتساعد على السيطره على الاورام وعلى طاقه كهربائيه ولا موجات راديو، يعني راديو فريكونسي او موجات راديو هي اللي بتنقل الطاقه. نعم نعم اوكي. ومثل ما قلنا بما انه الحراره يلي عم بيستعملوها معتدله 42 درجه ما في اي اثر جانبي حروق. زياده طيب. عن هيك ايه؟ المكنه بتشتغل بطريقه خارجيه. يعني مثلا في مكنات هايبرثيرميا بتستعمل بالراديولوجي، بده الحكيم يفوت ابره على محل ما في الورم حتى يحرق بالحراره. هون كل الافانتاج تبع التكنولوجيا الجديده انه كلها خارجيه، ما في شيء بشكوك المريض او المريض بيكون طيب مرتاح. عم بتقول تكنولوجيا جديده او تقنيه جديده، لكن هي بنعرف انه يعني هالتقنيه منا يعني فكره الحراره المرتفعه او تقنيه استعمال الحراره المرتفعه او الحراره المنخفضه التبريد، يعني تقنيه قديمه 30 40 سنه صار لهم بيستعملوها. فشو الجديد فيها؟ يعني شو المختلف فيها؟ هذا اللي عم نقوله، الجديد فيها انه هالمكانات اللي طوروها الالمان ما عندها عوارض. فاذا اشتغلوا على تخفيف السايد افكتس او العوارض الجانبيه. يعني على كل رح نشوف تقرير يشرح شوي اكثر كيف تقنيه عمل هالتقنيه هيدي كيف تشتغل، وبنكمل حديثنا. بلش الكونسر سنه 99 وتعالجت فتره طويله، يعني صار كذا سنه وكل مره ينتشر كانسر محل جديد. وصلت لوقت من شي 4-5 شهور وصل للكبد والعظم، بس كنت اعمل الشيميو كانت 8 ايام استفراغ لاكل لشرب، يعني كان وحده عم تموت. جيت على كندا تعرفت على اشخاص جايبين المشتين من المانيا وبلشت
عملت 12 جلسه للكبد وللعظم. بعد شهرين عملت سكان جسمي، كان تقدم من 75 ل 90%. انا كان عندي ورمه صغيره، يعني قد الجنريك بدك تقولي ورمه. قبل ما كنت حس بوجع، بس حسيت وجع عرفت انه في شيء، بس ما عرفت انه هي مرض اسمها ساركوما، يعني اسال مرض هيدا. بعدين حسيت عم بحس انه في وجع وعم تورم من هون، ورم ورم ورم. عملوا لي تريتمون 12 مره، بس شو كل ما لا عم بحس انه عم بيصير شيء. ما حسيت، مش معقول، ما كنت متوقعه انه هالورم بتروح. شيء عجيبه. الأونكوثيرميا هو أهم علاج ألماني للسرطان المتقدم، يعتمد على حرارة بين 40 و 42، ما بتأذي أبدا الجسم، وراديو فريكونسي 13.56. هالجهاز هيدا الكمبيوتر بيفوت حرارة بالجسم بعمق 35 سنت، دايمتر 30 سنت. كل شيء فيه خلايا سرطانية، عادة الخلية السرطانية بتعمل غشاء وفيها أسيد. الأربعين واثنين وأربعين بتصير 47 وثمانية وأربعين بقلب الخلية. أول نص ساعة بتجعلكها، بعد 8 ساعات بتفتفتها، 24 ساعة بتتعرف عليها الخلية البيضة بتاكلها. وهيك قد ما فينا بنقضي على هالورم الخبيث اللي موجود بالجسم. مثل ما شفنا في حالات صار عندها تحسن، لكن ما فينا نقول انه بنوصل للشفاء التام، يعني ما في كيور انه نقدر نقضي على الورم، لانه اصلا هالحالات جايه بالمراحل المتقدمه، المرحله الثالثه او الرابعه. فاذا شو اللي بتعمله هالتقنيه هي؟ بس تحسين نوعيه الحياه، يعني تخفيف الالم، تخفيف الورم شوي. نحن بعلاج الامراض الخبيثه في مراحل بكل علاج جديد، وحتى لو هالتكنولوجيا جديدة صار عمرها 20 سنة، تعتبر إجمالا بعد بأول مراحل. وبأول المراحل دائما تكنولوجيا جديدة تتجرب على الحالات المتقدمة، وبعدين تتجرب على الحالات البدائية. ومحل ما في أمل بالشفاء. فإذا نحن بعد بحاجة لريسيرش أكثر وأبحاث أكثر. إيه أكيد طبعا. هلا شو الأمل الجديد؟ يعني شو الأفانتاج تبع هالتكنولوجيا؟ هي انه بالحالات المتقدمه في عنا مشكلتين عاده. اول شيء نحن نعرف انه بيكون المرض منتشر بعده اعضاء بالجسم. عنا مشكلتين، اول شيء الاوجاع والكواليتي اوف لايف تبع المريض. نعرف انه 90% من المرضى بيكون عندهم اوجاع، وهالاوجاع المسكنات ما بتعود تاثر عليها، بتاثر لهم على نوعيه حياتهم. ولا والمريض بصير مريض، المريضه بصيروا عم ياخذوا كميات هائله من المسكنات، من ضمنهم المورفين، وبرغم عن هيدا موجود. وثاني شيء المريض يعني بيكون عنده اصابات بإحدى، اهم شيء الاصابات بإحدى حيويه بالجسم، مثلا الكبد، الرويه، الدماغ، الكلى، او هذا حدا انه الورم في يكون مبلش بهالاعضاء الحيويه. وهذا يلي بأثر على طولة حياة المريض بالنهاية، يعني اذا تعطل الكبد يعني خلص انتهى المريض، او راحوا الرويه او الدماغ. هالتكنولوجيا الجديدة صحيح انه ما حتشفي المريض، ولكن اذا سيطرنا اول شيء على الوجع، حسنا له نوعية حياته. ان مرضى يمكن بيعيشوا 10 سنين بحالات متقدمة، بدل ما يعيشوا 10 سنين بعذاب يومي، بيعيشوا بحالة طبيعية. وبزيادة هذيك عن هيدا النتيجة على الوجع سريعة جدا، يعني عندنا مرضى من اول جمعه قدروا يوقفوا المسكنات تبعهم. فاذا كواليتي اوف لايف شغله كثير مهمه بالانكولوجي. طيب يعني هالتقنيه ممكن نستعملها اللي هي الحراره العاليه اللي هي 42 درجه مئويه، مش كثير عاليه، لكل انواع الامراض السرطانيه، ولا في حالات ما بتزبط؟ نستعملها لكل الامراض اللي بتصيب الاعضاء الصلبه بالجسم، الاعضاء الصلبه. يعني مبدئيا 90% من الاورام
ما بنستعملها حاليا هاي المكنات يلي عندنا اياها بلبنان، ولكن حنجيب مكنات ثانيه بتعالج كل الجسم للامراض الدم، يعني اللوكيميا هاي مش لها، يعني مش لسرطان الدم ولا عدا سرطان الدم، كل باقي الانواع بتتعالج. سرطان العظم او اللي بيكون بالبون مارو بالنخاع الشوكي ممكن ممكن علاجه؟ لا تبع البون مارو هو تبع الدم. تبع الدم اوكي. فاذا بهالحاله ما فينا نستعمله، بالحالات الثانيه ممكن. طب بالنسبه للتكلفه، دائما في يعني هالسؤال اللي هو من حق المريض، لانه كمان مريض الكانسر يعني بيمرق بعلاجات كثيره، وممكن يكون اذا بمراحل اوليه جراحه، ممكن يكون في كيمو، ممكن يكون في راديولوجي. التكلفه اولا هل هي معتدله، وهل الجهات الضامنه بتغطيها؟ اذا بتسمحي لي بس كفي جواب على السؤال السابق يلي هو كيف شو حسنات هالتكنولوجيا. قلنا اول شيء لانه شغله كثير مهمه، بتحسن نوعيه الحياه، بتحسن نوعيه الحياه. ثاني شيء كيف بتطول حياه المريض، يعني كيف اذا بتزيد له ايام اشهر او سنوات من حياته. بالسيطره على المرض يلي هو بيكون ضارب هالاعضاء الحيويه اللي ذكرناها، الكبد او الرويه او الدماغ او غير اعضاء حيويه بالجسم. بهالطريقه حتى لو ما شفنا ما شفته للمريض او ما قضينا على الورم نهائيا، حتى ما قضينا على الورم بتخلي هالورم يعني ما ياثر كثير او يتحجم الاصابات بهالاعضاء الحيويه، وبالتالي بتطول حياه المريض. نعم اوكي. طيب بالنسبه للتكلفه والجهات الضامنه، عم بيكون في تغطيه؟ نعم عم بيكون في تغطيه من الجهات الضامنه، يعني سواء برايفت او بابليك، يعني الوزاره او شركات التامين. بما انه هالمكنه هي اول مكنه بتجي على لبنان، مع العلم انه منتشره بكل بلدان العالم، يعني في اكثر من 30 دوله بتستعملها في ولسنوات عديده، يعني مثل ما قلنا هالتكنولوجي موجوده من قبل. صح. بس بالمانيا في شيء 300 سنتر بيستعملوها، بهولندا مثلا ما بيعملوا ليلي اللي بيعملوا راديو ثيرابي بدون ما يكون معه تريتمون ايبر ثيرميك اونكو ثيرميك اسوسي اللي هي الحراره العاليه. صح. لانه بعدها جديده بلبنان، في كمان مراحل لتسجيلها. نعم. ولحتى ينعطاها كود وحتى تصير مغطيه بالجهات الضامنه. اليوم حاليا في يعني تقدم ملف على وزاره الصحه ومن بعده بينتقل على الضمان، ولكن النتائج اللي عم نشوفها وخاصة علمنا انه في لبنانيين كانوا قبل ما نجيب هالمكنة يروحوا على المانيا مشان يتحكموا فيها، شجعت بعض الشركات التأمين انه تغطيها. نعم. يعني اليوم عندنا لانه النتائج كثير ايجابية وكثير مشجعة، وعندنا شركات تأمين هي يعني متحمسة أكثر منا مشان تغطي كلفة هالعلاج. نعم، هي شغلة كتير مهمة، وأكيد نتأمل إنه نكون يعني هيك يمكن عطينا أوبشن أو خيار، مثل ما قلنا ما في شفاء تام، ما في علاج نهائي، لكن في تحسين لنوعية الحياة وتخفيف الألم. أكيد تطويل الحياة، يمكن تطويل يمكن ببعض الحالات، يعني هيدي هون الطب مرات بيوقف عند هالنقطة، لكن ممكن إنها تساعد. وكمان بالإضافة لعلاجات تانية ممكن تكون تتزامن، يعني دايماً مريض الكانسر عنده بروتوكول، يعني عنده عدة علاجات ممكن يخضع لها بنفس الوقت. شكرا لك دكتور تويني، شكرا لحضورك معنا. شكرا لك أكيد، شكرا لك على المعلومات، وشكرا لحضرتك دكتور. على أمل الشفاء أكيد لكل مصاب بمرض السرطان. أكيد. رح نتوقف على فاصل إعلاني، ومن بعدها بنكون مع الشيف شادي ولما بيشوفيه.